ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهد صادمة: النيران تواصل الزحف على غابة الرميلات بطنجة وتقترب من المناطق السكنية. اندلع حريق كبير بمنطقة الرميلات عشية أمس الخميس وسط استنفار كبير، وحسب مصادر من عين المكان فإن الحريق شب بغابة الدونابو قبل أن تتسع رقعته إلى غابة السلوقية. وأكدت نفس المصادر أن دخانا كثيفا يغطي الآن مدينة طنجة بسبب الرياح. ومن جهة أخرى، تتقدم عناصر الجيش المغربي الصفوف في سباق للسيطرة على حريق اندلع على مستوى غابة الدونابو بمنطقة الرميلات بمدينة طنجة. وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 11 غشت لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على حريق بمشاركة مختلف الفرق والقوات العمومية دون التمكن لغاية الآن من السيطرة على الحريق، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح في المنطقة. Thank you.